صباح الخير يا باشمهندسين، سامعني كده كويس؟ طيب تمام. طيب احنا بس النهارده، طبعا المره اللي فاتت انا ما كان في مشكله وما اشتغلتش معاكم، فانا النهارده هنبدا ان احنا هنراجع على ال RLE والهوفمان انكودنج والدلتا، وهنراجع على ال اسمها ايه المسائل بتاعه الايمج كومبريشن، خلاص، لانه في ناس بعتت لي ان هي عندها مشكله ومتلخبطه فيها، فاحنا هنظبط كده القوانين ونعرف نستخدم القوانين ازاي، بحيث ان احنا لما يجي لنا مسائل على الايمج كومبريشن نعرف نحلها بسهوله. تمام، فاحنا النهارده هنبدا في الاول كده على ريفيو، هنبدأ بريفيو على ال RLE والهوفمان والدلتا، وبعد كده ندخل في القوانين بتاعة الايمج كومبريشن ونفهم الايمج كومبريشن بيتكلم عن ايه. انتوا طبعا لسه ما خدتوش الفوريير ترانسفورم، تمام؟ باشمهندس بسنت، ايوه هو انا معلش، هو انا مع باشمهندس سمر، بس انا كنت عايز اسال، هي مش هتحضر النهارده او حاجه؟ عشان لسه ما بداتش. بس لا لا، مش هتدي النهارده. اصلا طب تمام. طب هو احنا بمناسبه الايمج كومبريشن احنا ما تشرح لناش اصلا؟ دكتور احمد شرحه. لا، هو خد المحاضره من دكتور رشدي وشرح اول 10 سلايد قبل ما نخش في الجزء التكنيكال وبتاع المسائل اللي في المحاضره، فاحنا ما سأله ما شرحت لناش لسه. يعني المفروض ان الايمج كومبريشن والفورير اناليسز وفي محاضره كمان بعديها، المفروض كل ده داخل في الميد تيرم، بس ده لسه ما شرح لناش. ولا خدتوا compression ratio، ولا ازاي تحسبوا redundancy لا والكلام لا، ده؟ اخدنا الكومبريشن ريشيو والريدوندنسي. انا من اول القانون اللي هو بتاع البروبابيليتي ده وقفنا عنده، يعني ما طيب خدناش المسألة والانتروبي والكلام ده ما خدناهوش، طيب بس خدنا بص، الكومبريشن ريشيو والريدوندنسي. طيب اوكي، هو عامة احنا المفروض بنبدأ بالجزء ده، وبعد كده بندخل بعد كده بقى في الانتروبي، وبعد كده بيبقى في بعد كده جزئيه بقى بتاعه الفوريير ترانسفورم، وازاي لما بنحسب الفوريير ترانسفورم نقدر نحسب بعد كده الانتروبي والكلام ده كله. فاحنا هنشرح، اوكي مفيش مشكله، هنوضح بس القوانين لحد الجزء اللي انتوا خدتوه، والمره الجايه نبقى نكمل الباقي، مفيش مشكله. انا بس الناس اللي معايا المفروض ان احنا ما الجزء اللي في الاول بتاع الليكتشر الاولى اللي هو فيه الار ال اي والهوفمان والكلام ده كله ما كناش قلناه، فاحنا هنعمل عليه ريفيو سريع. تمام، طيب هعمل بس شير للسكرين ونبدأ. طيب طبعا الجزء اللي في الاول، الجزء اللي في البرزنتيشن دي، في الاول البرزنتيشن دي موجوده برضو هنا على التيم، فتقدروا لو حد مش معايا يقدر يرجع لها بسهوله. في الاول خالص المفروض ان البرزنتيشن نتكلم عن المالتي ميديا، وايه هي يعني ايه اصلا اكسبريشن مالتي ميديا، الكونسبت بتاعها، يعني ايه اكسبريشن مالتي ميديا كديفينيشن، والمفروض ان احنا كمان نفهم يعني البنفيتس بتاعه المالتي ميديا والكلاسيفيكيشن بتاعه المالتي ميديا، انواع المالتي ميديا، اذا كان تكست ولا اوديو ولا ستيل ايمج ولا موفينج ايمجز اللي هي الفيديوز او جرافيكس او انيميشن. كل الكلام ده احنا بنقوله بسرعه لانه ده كلام نظري، ومفروض ان انتوا ما اعتقدش ان حد هيبقى عنده فيه مشكله، يعني لحد ما ندخل بس في الجزء اللي هو الجزء اللي هو اللي احنا محتاجين نوضحه. طيب احنا المفروض نفهم ايه؟ المفروض ان احنا بناخد التكست انكودنج اند ديكودنج، وناخد الستيل ايمج ريبريزنتيشن انكودنج وديكودنج. فكبدايه بالنسبه للجزء بتاع التكست انكودنج اند ديكودنج، احنا عندنا 3 حاجات بنستخدمها في الجزئيه دي. عندنا الار ال اي اللي هي اختصار ران لينث انكودنج الجوريزم، وعندنا الهوفمان انكودنج، وعندنا اخر حاجه الدلتا انكودنج. طب كل واحده بتعمل ايه او وظيفتها ايه؟ انا وجهه نظري يعني بناء على امتحانات سابقه في الميد تيرمز، ما فيش امتحان تقريبا يعني بنسبه كبيره يعني دايما بيبقى فيه سؤال على الجزئيه دي، بالاخص يعني بالاخص الهوفمان، بس طبعا الثلاثه مهمين. طيب اول واحده بتعمل ايه او بتشتغل ازاي؟ الران لينث انكودنج. هي الران لينث انكودنج فكرتها ان هو بيتخلص من او بيبدا ان هو يختصر
الحاجات المتكررة، سواء كان تكست فايل او عندي حاجة تانية، فانا المفروض ان انا بقى عندي احيانا بقى عندي حاجات متكررة، فابدأ ان انا بشوف ميثود كده او بعمل بطريقة كده مبسطة جدا، بعمل كومبريسنج للفايلات عن طريق ان انا بعمل حاجة كده في الحاجات المتكررة. طب ايه الحاجة اللي انا بعملها دي؟ انا عندي فور اكزامبل عندي نعمل ميوت يا شباب. عندي فور اكزامبل عندي اوريجينال داتا ستريم، ستريم اوف داتا، هنلاقي مجموعه ارقام، في ارقام متكرره، يعني انا عندي 17 و8 و54 و000، الزيرو ده متكرر. طب انا لو عايزه اعمله او اخليه ران لينث انكودد هعمل ايه؟ عشان اخليه ران لينث انكودد بعمل بكتب الكاركتر او بكتب الرقم وجنبيه العدد بتاعه. الزيرو اتكررت عندي 3 مرات، فكتبت زيرو وجنبها 3، وبعد كده عندي بقية الأرقام، عندي 0 اتكررت مرة واحدة كتبت 0 وبعدها 1، 0 اتكررت بعد كده 5 مرات كتبت 0 وجنبها 5 وهكذا. يبقى الفكرة كلها إن أنا كل زيروز بعمل لها replacing ب two characters، 0 بتindicate الكمبريشن اللي موجود وجنبها على طول رقم بيوضح التكرار بتاعها كان قد إيه. خلاص ده بالنسبة لل الران لينث انكودنج. يبقى الفكره كلها ان انا بختصر الداتا اللي عندي. انا عندي الداتا بيبقى فيها حاجات متكرره، فانا بختصر الحاجات المتكرره دي. طيب بالنسبه بقى لتاني حاجه في التكست انكودنج اللي هي الهوفمان انكودنج، فكرته بتبقى بناء على ايه؟ انا دلوقتي عندي مجموعه من الالفابتس ومفروض ان ليهم فريكوانسي. خلاص فور اكزامبل عندي ال A بتساوي ال A الفريكونسي بتاعتها 20 وال B الفريكونسي بتاعتها 15 وال C الفريكونسي بتاعتها 5 وال D 15 وال E 45. طب هنلاحظ ان في بعض الالفابتس الفريكونسيز بتاعتها قليله. طب انا هعمل ايه؟ انا دلوقتي بكتب اول حاجه الحاجات اللي عندي كل الفابت والفريكونسي بتاعته، وببدا ان انا اجمع اقل فريكونسيز مع بعض. عندي اقل فريكونسيز ال C وال D، تمام؟ طيب انا دلوقتي عملت ايه؟ هجمعهم واسميهم N1، اسمي يعني هسمي خليهم كده common في حاجه اسمها N1، واطلع منها two branches. الفكره كلها ان انا بعمل tree طالع منها branches، خلاص، وكل branch بحط جنبيه 0 1 بحطها بالترتيب. وفي ناس جربت حلها او في طريقه حل ان احنا بنحطها بنحط الزيرو عند اقل frequency وال1 عند الاعلى frequency، تمام؟ طيب احنا دلوقتي بنعمل ايه؟ بنجمع الحاجات اللي هي ليها اقل فريكوانسيز مع بعض وبنحطها في نود جديده. فانا عملت نود اسمها N1 والفريكوانسي بتاعتها 20. 20 دي جت منين؟ انا جمعت ال5 وال15. طيب بعمل ايه بعد كده؟ ببدا اجمع برضو الفريكوانسيز الثانيه. اقل تو فريكوانسيز فين؟ ال A وال B 20 و15، جمعتهم في نود جديده. النود الجديدة 20 plus 15 equal 35. النود الجديدة سميتها N2، تمام؟ وطلعت منها 2 branches. خلاص؟ هو أنا ممكن أكمل على نفس التري صح؟ يعني إيه مش فاهمة؟ يعني ما أعملش new sub tree، ممكن أكمل على النود القديمة بما إن هي 20 برضو وأعمل معها ال 15. لا ما هو احنا في الاخر هنجمع كل الكلام ده. انا بس الفريكوانسيز اللي عندي انا بجمعها خلاص. لا الاستراكشر بتاع التري هيختلف والفاينل ريزلت هتختلف. الكود نفسه يطلع مختلف. فاحنا المفروض ان احنا بنجمع الفريكوانسيز مع بعض، وفي الاخر كمان النودز اللي انا طلعتها دي هجمعها، اوكي؟ لان انا المفروض ان انا كل فريكوانسيز بطلع بجمعها وبعمل بيها نود، خلاص، بحيث ان انا بعمل في الاخر نود اساسيه جمعت كل الكلام ده. فاطلع فيبقى عندي نود اساسيه طالع منها برانشز، اقدر في الاخر اطلع او احسب منها الكود عامل ازاي، تمام؟ المفروض برضو ان في على التيم اكزامبل موجود ستيب باي ستيب للهوفمان برضو، مختلف عن ده فهيساعدنا برضو. طيب انا دلوقتي اقل تو فريكوينسز ال A وال B 20 و 15 جمعتهم وحطيتهم في نود جديده سميتها N2. المسميات بتاعت النود دي بترجع لينا، احنا ممكن ما نسميهاش اصلا باسم نود جديده. طيب الخطوه اللي بعد كده انا عملت ايه؟ انا عندي التو فريكوانسيز دول اقل من ال 45، انا عندي اخر واحده ال E اللي هي الفريكوانسي بتاعتها 45، لكن عندي ال N2 35 وال N1 20. فانا هجمعهم مع بعض، يبقى عندي نود جديده
الريزلت بتاعها 55. خطوة اللي بعد كده آخر حاجة أنا ناقص عندي بس الإي بالفريكونسي 45، بجمعها مع الـ 55 عشان أعمل النوت بقى الأساسية اللي هي الريزلت بتاعتها 100. بقى ده شكل إحنا بادئين من تحت، إحنا مجمعين الـ C والـ D. نركز تاني، إحنا كان عندنا A B C D E، جمعنا أقل 2 الـ C والـ D بقت 20، وجمعنا الـ A والـ B 35، الـ 35 والـ 20 أقل من الـ 45، جمعناهم بقت 55، فمش فاضل غيرها والـ 45، جمعناهم بقت original node أو node في الأول خالص الـ result بتاعتها 100. هنلاحظ إن كل node طلع منها 2 branches، واحدة 0 وواحدة 1. طب إحنا بنستفيد منها إيه الـ branches دي؟ بقدر إن أنا أطلع منها في الآخر اللي إحنا هنشوفه في السلايد دي، اللي هو إيه؟ طلعنا الـ Huffman code. عشان اطلع الهافمان كود بعمل ايه؟ انا عندي من تحت خالص الاي الكود بتاعها بمشي بالبرانشز 0 0 0 تمام، البي بمشي برضو تبع البرانشز 1 و 0 0، السي بمشي بالبرانشز 0 1 و 0 تمام، الدي هتبقى ايه؟ بمشي بالترتيب لحد ما اوصل في الاخر، يعني انا بمشي من بالترتيب فوق لتحت أو من فوق لتحت تمام، بس أنا بس عشان أبقى متتبعة البرانش واصلة لفين. خلاص آخر واحدة خالص الـ A هي برانش واحدة اللي هي الـ 1 تمام يا شباب. أنا كده وصلت الـ A، وصلت كده للـ Optimum أو الـ Minimum Cost للـ Distribution ده. يبقى إحنا عملنا زي ما قلنا، جمعت كل واحدة بالفريكونسي بتاعت أقل فريكونسي بجمعه مع بعض عشان في الآخر بعمل البرانشز بتاعت الـ Tree، وأقدر إن أنا أتتبع البرانشز دي. خلاص بقدر ان انا اتتبع البرانشز دي، وبعدين بكتب في الاخر هافمان كود. طب انا دلوقتي الـ A واصله لحد دي طالعه كده، بس انا لما باجي بكتبها من فوق لتحت، يعني 0 0 0 هي كده من فوق لتحت، 0 0 1 0 1 0 بتاعه الـ C، 0 1 1 بتاعه الـ D، واخر واحده اللي هي الـ A. كده انا وصلت للهافمان كود. في اي مشكله؟ وانا بحط الـ 0 او الـ 1 على النودز بناء على ايه؟ بنحطها بالترتيب. خلاص يعني من تحت كانت ال1 على المينيمم، لما نطلع فوق انا هقول لك. لا بص بقى، عشان دي بس كان فيها تساؤلات كتير. احنا في الاكزامبل ده احنا حاطينها بترتيبها، يعني الزيرو على الشمال وال1 على اليمين. خلاص الترتيب ده بناء على ايه؟ ده ترتيب اصلا الفريكوينسيز الاساسيه، ان الاي بي وسي دي هو ده الترتيب، انا ما عملتش فيه اختلاف، يعني ما عكستش البي مكان الاي مثلا. فاهم قصدي؟ تمام، زي ما كانت موجوده يعني في الاكزامبل. بس هي يستحسن المينيمم تتحط على الشمال، او يعني الصغيره تتحط على الشمال والكبيره تتحط على اليمين. بصوا هو كان في اكزامبلز كده يعني والله ده المتعارف عليه. يعني هو اقول لكم حاجه مهمه على فكره، هو في ناس بتحطها 1 على الشمال و0 على اليمين، بس هيبقى نفس الكود بس انفرتد، اكنه داخل على نوت جيت بالظبط. ما هو الفكره في كده، انتوا هتلاقوا ممكن الكود هيبقى ممكن مختلف شويه، بس هي عشان ما نتلخبطش هتلاقوا في اكزامبلز على فكره حاطين الزيرو عند الاصغر. تمام، انتوا هتلاقوا في اكزامبلز محطوطه الزيرو عند الاصغر. الاكزامبل اللي هنا عاملها يعني هو ماشي بوتيره واحده وحاطط بنفس الترتيب الزيرو على الشمال وان على اليمين بنفس الترتيب بتاع الفريكوينسي الاصليه. في اكزامبلز حاللها الزيرو عند الاصغر. هو بيفرق في ايه؟ هنلاقي الكود بس في اختلاف شويه في الكود اللي موجود. في اكزامبلز ثانيه هل نشتغل على حاجه موحده ولا الاكزامبل ده انا شرحته زي ما منزل في المحاضره. في بعض الطلبه في الجروب بتاع دكتور رشدي قالوا لي ان هم الدكتور كان نازل لهم اكزامبل حللها بالطريقه الثانيه، ان هو دي على اليمين دي على الشمال. نقدر نسال الدكتور احنا نمشي باني طريقه، لان الدكتور طبعا يعني هيبقى في طريقه يعني التصحيح يعني. تمام، هو دكتور رشدي قال لهم ان انتوا تحطوا الصغير على الشمال والكبير على اليمين والزيرو على الشمال والواحد على اليمين، ودكتور كفاف قال لنا يعني نمشي بنفس النظام، بس يعني لو حد عملها مختلفه هراجع وراه، يعني مش هنقصه اكيد. ما هو الطريقه دي ده طريقه ده المحاضره دي اللي هي الموحده ما بين دكتور رشدي ودكتور احمد، فهي دي الطريقه يعني احنا بنشرحها زي ما اتقالت في المحاضره منعا للخبطه. تمام، هي مش صعبه ما فيهاش مشكله، يعني انتوا حتى لو انتوا ممكن تجربوا تشوفوا الحاجتين وتشوفوا الفرق هيفرق في ايه في الكود، بس هي الاي والبي بس هما اللي هيتبدلوا. يعني هي الفكره بس ان الاي هتبقى 001 والبي هتبقى يعني 001، يعني ده لو احنا عكسنا اللي تحت بس، ولو عكسنا اللي فوقيهم
يعني ما احنا لو هيختلف خدنا اللي فوق بالنا ان هيبقى السيول زيرو. دي تمام بالظبط، اللي فوقيها برضه يعني احنا لو خدنا بالنا اصلا ان السيول دي هي ده ترتيبها، فيبقى في الاختلافات بسيطه. بس انا زي ما قلت لكم هي دي الطريقه، يعني انا بنشرح الطريقه دي، يعني انا بشرح لكم الطريقه دلوقتي اللي هي موجوده اوريدي في المحاضره. تمام. ايه تمام. بقى اللي انتوا ممكن تمشوا بيه او لا، فدي حاجه طبعا بترجع للدكتور، لانه اي حاجه ممكن يبقى فيها اكتر من طريقه عامه. تمام يا شباب. المفروض ان الكلام ده طبعا بيطبق على الماتلاب، بس احنا طبعا المفروض يعني الميد تيرمز بعد العيد على طول، وفي ناس عندها مشكله في الـ مشكله في الـ في الـ اصلا في الـ في الاكزامبلز، ف المفروض ان ان احنا وضحنا اصلا كبدايه انترودكشن عن الماتلاب. الكلام ده موجود بقى ازاي جوه الماتلاب؟ بالنسبه بقى للار ال اي، فاحنا ممكن اصلا نعمله بفور لوب، ثواني، ممكن نعمله اصلا بفور لوب عشان نحسب الار ال اي، او اصلا جوه الماتلاب في الفانكشن بتاعه الار ال اي، وموجود الفانكشن بتاع الهوفمان انكودنج وديكودنج، وموضوع مبسط جدا. الكلام ده طبعا احنا قلناه في قلناه قبل كده، زي ما قلت لكم احنا هنسترس بس المره دي على المسائل. وموضوع بقى الحاجات بتاعت الماتلاب دي هي بسيطه جدا، واحنا المفروض قلناها برضو. طيب اخر هو كده حاجه اللي هافمر خلص؟ هي بس كده الهفمه خلصت، بس كده تمام. فكرتها باختصار. بص، في اكزامبل برضو زي ما باشمهندس قالت، مرفوعه على التيم، فايل اسمه ماشي، هافمر ستيب باي كود، ستيب. في ستيب باي ستيب. هو حوالي PDF كده حوالي 22 هل في بيج ديكودينج؟ الهوفمان ديكودينج. هو المفروض الديكودينج مش علينا. بص، هو احنا في الماتلاب شرحنا الديكودينج، لان هو في الماتلاب مجرد الفانكشن الانكودينج هوفمان انكودينج والديكودينج هوفمان ديكودينج، بس كده، مش قصه يعني. يعني حتى ده كان راي الدكتور ان احنا في الماتلاب هنستخدم الفانكشنز الجاهزه، مش هنعمل احنا حاجه من الاول وجديد. فاحنا بس احنا تمام. عملنا احنا كل اللي احنا عملناه دلوقتي ان احنا عملنا انكودنج بالهوفمان. باختصار الفكره كلها مبنيه على ايه؟ ان انا بشوف الفريكوينسز وبشوف اقل فريكوينسز، بجمعهم مع بعض عشان بعمل بيهم نود، لحد ما في الاخر بخلص كل، بوصل في الاخر للتري. عن طريق التري دي بقدر اطلع منها الهوفمان كود، بس كده. اخر حاجه الدلتا انكودنج. الدلتا انكودنج معتمد على ايه؟ ان انا المفروض ان انا المفروض بغير في القيم اللي عندي. طب بغيرها بناء على ايه؟ انا دلوقتي عندي اوريجينال داتا ستريم في ارقام 17 19 24 وهكذا. طيب انا بعمل ايه في كل واحده؟ انا اول قيمه بحطها زي ما هي، خلاص، يبقى اول فاليو بنزلها زي ما هي، وببدا اشوف الديفرنس ما بين الكرنت واللاست سامبل الموجوده في الاوريجينال. طب بمعنى ايه؟ انا عندي هنا الاوريجينال داتا ستريم 17 19 24 و24 وهكذا. طب اول رقم عشان اعمل بقى خليه دلتا انكودد، انا عايز احول ده خليه دلتا انكودد، عملت ايه؟ نزلت ال17 زي ما هي، عملت لها موف. طب ال2 دي جت منين؟ عملت ال19 minus 17 ادتني 2. الرقم اللي بعد كده هعمل ايه؟ 24 minus 19 هتديني 5، 24 minus 24 اللي هي اللي قبلها على طول هتديني 0، 24 minus 24 هتديني 0 برضو، 21 minus 24 هتديني negative 3، 15 minus 21 هتديني 6 وهكذا. كل قيمة بعملها minus أو كل sample بتبقى minus بطرحها من السامبل اللي قبلها. طب أنا عملت إيه بس في الأول؟ أول حاجة خالص في الداتا ستريم زي ما هي، عملت لها موف زي ما هي، وعشان أكمل بقية القيم بتاعة الإنكودد او عشان اوصل للدلتا انكودد داتا في الاوريجينال داتا ستريم، كل واحده عملتها ماينس الخطوه اللي قبلها، بس كده. ده الدلتا انكودنج. هما دول الديستريبيوشن يعني بتاعت الكلام؟ نعم، الارقام دي هي دي الديستريبيوشن بتاعت الخروج. هو احنا كل اللي احنا بنعمله ده ايه؟ كل الفكره كلها ان انا بقلل او بعمل كومبريشن، او يعني بضغط التكست، فانا بعمل طريقه معينه ان انا بقدر ان انا اعمل انكودنج للداتا ستريم اللي عندي. خلاص، الفكره كلها ان انا عايزاها تبقى دلتا انكود، يعني عايز اعمل بقى التكنيك ده او الطريقه دي اخليها دلتا انكودد. فهتتعمل ازاي؟ ان انا بغير في الفاريبلز. طب عايز اغير
ازاي بطريقه موحده ان انا عملت الطريقه دي. الاوريجينال داتا ستريم نزلت اول، عملت موف لاول حاجه في الداتا ستريم، وبعد كده مع كل ستيب عملتها او كل رقم عملته ماينس الرقم اللي قبله عشان اطلع الانكود الداتا. بس كده واضحه؟ يبقى انا عملت طلعت الديفرنس، يعني الانكودد فايل عندي هو عباره عن ايه؟ الديفرنس ما بين الكرنت واللاست سامبل اللي موجوده في الاوريجينال فايل. طلعت ايه من الكلام ده كله؟ طلعت انكودد فايل. عندي اوريجينال فايل وعندي انكودد فايل. انكودد فايل هو عباره عن الديفرنس ما بين الكرنت واللاست سامبل اللي موجوده في الاوريجينال فايل، الكرنت اللي انا واقفه عندها واللاست سامبل اللي كانت قبلها، الديفرنس ما بينهم طلع لي انكودد فايل. تمام يا شباب؟ طب معلش يا باشمهندس، ايوه كريم، هو السؤال بس هو لما انا مثلا هو هيعرف منين؟ يعني انا مش عارف هو الريبريزنتيشن معمول ازاي، بس يعني في المثال ده يعني مثلا هو لو في تكست هيعرف منين ان هي 17 مش مثلا 1.7 او ولا هو بياخد 2.2 ولا ايه؟ لا، ما هو الداتا ستريم ده داتا، يعني داتا وصلنا ارقام. تمام، هل دي ديستريبيوشن بتاعت الحروف؟ يعني ايه اتكرر 17 مره او حاجه زي كده؟ والله بص، هو ده الداتا ستريم ده هو ريبريزنتد بارقام. الداتا ستريم ممكن يبقى واصل لي كتكست او واصل لي كارقام، عملناه خليناه زي دلتا انكودد. هو احنا بنفهم دلوقتي الطريقه اتعملت ازاي. الداتا ستريم هو متمثل دلوقتي بالارقام دي، لكن الطريقه عشان اخليه دلتا انكودد انا بعمل ايه في الـ في الـ في الريبريزنتيشن اللي واصل لي الاوريجينال؟ انا بعمل فيه ايه؟ انا عندي كرنت ريبريزنتيشن او كرنت سامبل، وسامبل من سامبل من خطوه سابقه. طب الكرنت سامبل دي هطلع الديفرنس ما بينها وبين اللاست سامبل عشان اطلع الانكودد داتا. هو الفكره في كده ان احنا بنفهم الانكودد الدلتا انكودنج هيبقى ماشي ازاي. تمام، فانا المتمثل للداتا ستريم هو ده. الداتا ستريم ممكن يبقى ليه اشكال تانية. خدوا بالكم ان احنا دلوقتي احنا بنتكلم في التكست انكودنج، احنا ما بنتكلمش في الايمج ولا بنتكلم في حاجه تانية. يعني التكست داتا دي ممكن تبقى الارقام، دي ممكن تبقى التكست نفسه متمثل باكواد تانية. فاهمين؟ واحنا عارفين اصلا الداتا كتكست ما بتتوضحش كتكست صريح، لكن هي بتبقى انكودد لاكواد تانية. تمام، فانا عايزه احولها اخليها بدل ما هي اوريجينال تتنقل بالشكل الاساسي بتاعها، انا عايزه اخليها دلتا انكودد. ازاي؟ عملت الستبس اللي انا قلت عليها دي. تمام يا شباب، زي بالظبط في الهوفمان، ما احنا بنتعامل بالفريكوينسز، بالفريكوينسي بتاعه الالفابتس. خلاص، كل نوع بتعامل بطريقه معينه، فانا بتعامل مع شكل معين من الداتا. طب هو النيجاتيف ساين دي مش دي يعني المفروض انها بتدي سايز زياده يعني عشان؟ لا بص، هقول لك حاجه. انت لما بتعمل انكودنج للداتا انت بتيجي خطوه بعد كده تعملها ديكودنج، فانت اللي انت عملته ده بتعكسه تاني. بس خد بالك ان الارقام كلها صغرت، يعني لا، ان هي بتاخد سايز اكبر دي مش متأكدة منها ان انا اقدر اقول لك عليها اوكي ولا لا. بس الارقام التانية يعني مثلا ال 95 دي المتماثل قدامها 1، ال 94 0. فاهم قصدي؟ يعني انا اوريدي اصلا قللت في الداتا. تمام، هو هتفرق اكتر لما احول باينري مش صح؟ انا مش سامعه. ممكن النيجاتيف ده بيبريزنت الحاجه تانية اللي هو يعني شرط القيمه نفسها يعني. ما انا زي ما انا قلت لكم، انا دلوقتي كاكزامبل بنوضحه دلوقتي، احنا بنوضح الفكره عامله ازاي. لكن الداتا لما بتيجي تتنقل، خلاص الداتا اتنقلت، انا عايزاها تبقى دلتا انكودد، انا عارفه ايه اللي حصل خلاص. لكن التعامل مع الداتا نفسه بيتم ازاي، احنا عارفين اصلا الداتا بيتم التعامل معاها ازاي، يعني التكست بيتم التعامل معاه ازاي عشان يبقى كمبيوترايزد او عشان يتنقل من مكان لمكان. خلاص، ايه اللي حصل بقى عشان يبقى دلتا انكودد؟ هو ده اللي بيمشي بيه، او هو ده التكنيك اللي بيتم. فاحنا عملنا، طب مش مهندس هو في اتفضل. لا اتفضل، سامعك. لا هنا كنت يعني هسال على الار ال اي، عشان هو يعني في مثال اتحل بطريقه يعني حدد فيه الزيرو وبعد كده عمله على الكل بعد كده، فهو انا ممكن احدده على لتر يعني هنا مثلا حدده على الزيرو بس وما حددوش على حاجه تانية. وهل انا ممكن احدده يعني على حاجه معينه
وبعد او حددوا على السترينج ككل، يعني زي اللي بعديه مثلا، ان هو حتى لو حاجه متكرره مره واحده بس ادالها فاليو اللي هي 1. هو في السترينج اللي بعده ده، في الانبوت سترينج ده، هو كل الحاجات المتكرره ادها فاليو. يعني حتى ال W متكرره 4 مرات ادها فاليو، ال A متكرره 3 مرات ادها فاليو، تمام. ال D مره واحده ادها رقم. طب هو الجدول اللي تحت ده علينا؟ بص، هو يعني انا زي ما قلت لكم، احنا في الماتلاب بنتعامل بفانكشنز. يعني احنا انتوا اتعاملتوا مع ماتلاب قبل كده صح؟ هو احنا يا باشمهندس سمر شرحت لنا برضو المره اللي فاتت، بس ما دخلتش في الفانكشنز. يعني هي شرحت اساسيات الماتلاب في الاول، وقالت اوكي. المره الجايه يعني هو كان في تاسك اصلا علينا ان احنا نفهم من الدوكيومنتيشن بتاع الماتلاب الهافمان كود، الهافمان انكودنج والديكودنج بيتنفذوا ازاي يعني. بس اوكي هي طيب. باشمهندس قالت ان الار ال اي هو كود، يعني هتكتبه كود بس مش انتجريتد في الماتلاب يعني. بص انا هقول بس لكم حاجه، هو الار ال اي والدلتا احنا ممكن نعمله بمنتهى البساطه. كلنا طبعا درسنا لغات برمجه، وكلنا نقدر نعمل فور لوبينج او اي نوع من انواع اللوبينج بمنتهى البساطه. هو الفكره كلها بتتم حوالين كده، انا بمشي بستبس، كل ستيب بيعمل حاجه خلاص. ف الار ال اي لو حد اشتغل ماتلاب او حد عمل في حاجه كده اسمها باث وركس موجوده، دي بقى عليها كل الاكواد اللي موجوده في الماتلاب. طب احنا لو مش عايزين ندخل على ماث وركس دي هنعمل ايه؟ هنفتح الهلب بتاع الماتلاب ونكتب اسم الحاجه، هيطلع لنا الفانكشن وشرحها والساينتكس بتاعها واكزامبلز عليها كمان، كل ده موجود في الهلب بتاع الماتلاب. في ناس اصلا بتتعلم الماتلاب من الهلب بتاع الماتلاب بس. الار ال اي انا شفت في بعض الاكواد مستخدم فانكشن اسمها ار ال اي، تمام. بس برضو في جزء كودنج بيتعمل كتير. الهوفمان لما جينا طبقناه، يعني لما جينا شرحناه في سكاشن تانية، الهوفمان انا في فانكشن اصلا اسمها هوفمان انكو، بالظبط كده، هوفمان اي ان سي او، دي بتعمل هوفمان انكودنج. وعشان نعمل ديكودنج واحده اسمها هوفمان دي اي سي او، هي اسمها كده، هي الفانكشن دي، هو عارف ان هو بيعمل كده. في ستيبس هي قبلها بتاخد السيجنال والديكشنري. بالظبط صح تمام، بتاخد الديكشنري والكلام ده كله. في ستبس قبلها، هي دي اللي بقول لك عليها، الستبس اللي قبلها ان انا بعمل اصلا الهوفمان ديكشنري وببدا اعمل الريجنال فاليوز واظبط الفاليوز والكلام ده كله. هي جاهزه صريحه. الار ال اي انا لقيت لي اكزامبلز، في حاجه اسمها في فانكشنز الار ال اي، تمام. انا مش فاكره بالظبط، يعني انا يعني كستبس يعني مش فاكره بالظبط ايه هي، يعني هي موجوده المفروض ان احنا هنقولها في السكشن يعني، بس هي مش في دماغي دلوقتي كستبس يعني. بس هي في حاجات موجوده للار ال اي، بس احنا نقدر نعملها بكودنج عادي جدا هي والدلتا من غير ما نستخدم الفانكشن، تمام. الار ال اي سهله يعني، سهله جدا. والدلتا كمان على فكره، يعني هي فكرتها كلها انا بدخل، انا بقرا من فايل. يعني الار ال اي هتبقى فكرتها ايه؟ ان انا يبقى عندي فايل مثلا هعمله على النوت باد واحط فيه ارقام، تمام، وبعدين اقرا الفايل ده، اقرا الكونتنت اللي فيه خلاص، او اعمل انبوت يا جماعه حتى المجموعه ارقام، وبعدين ابدا اقرا الكلام اللي فيه، وبعدين اشوف امشي بقى رقم رقم، ولو والارقام اللي متكرره ابدا ان انا احطها ب اعمل لها فاليو يعني، تمام. بس الهوفمان احنا اخذنا اننا نرسمه بقى في تري والكلام ده كله، هو في الماتلاب ما بيوضحناش رسمه التري دي ولا اي حاجه. هو احنا بنقدر نعمل انكودنج للداتا، ونقدر نعمل ديكودنج للداتا، ونقدر احنا نرجعها تاني نشوف الاوريجينال سيجنال عامل ازاي، ونشوف ان هي متماثله معاها ولا لا، عشان يعني كلينا كده عشان نتشك يعني ان هي اوكي وطلع مظبوطه والكلام ده كله. لكن التري انا ما قلتهاش يعني عن نفسي، ولحد المره الجايه يعني هنشوف اذا كان في حاجه نقدر نوضح بيها شكل التري ده ولا لا. يعني المفروض المره الجايه في السكشن احنا هنقولها سكشن، بس معلش ان احنا ان احنا بس كان عشان الموضوع بتاع الاختلاف بتاع ترتيب المحاضرات، فعشان كده احنا كنا متاخرين عن الجروب الثاني. بس احنا خلاص الاسبوع ده ما كانش فيه للجروب الثاني سكشن، فاحنا خلاص اوكي، احنا equivalent يعني للجروب الثاني. يمكن كمان احنا هنبقى قايلين الاكزامبلز والحاجات بتاعه الكومبريشن هم لسه ما خدوهاش، تمام يا شباب. طيب
احنا كده خلاص عرفنا الفرق ما بين الار ال اي والهوفمان والدلتا، تمام. ندخل بقى في الجزء بتاع الايمج كومبريشن عشان نوضح الـ 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 القوانين دي، عشان يعني ممكن نكون متلخبطين. هي الفكره كلها احنا بنعوض تعويض مباشر تام، ما فيهاش اي مشكله. هعمل بس شير للسكرين ونبدا على طول. طيب يا شباب، الشاشة واضحة؟ هو معلش يا باشمهندس، بس عشان احنا يعني احنا مش مع دكتور رشدي، وبصراحة يعني التنسيق ما بين دكتور احمد ودكتور رشدي احنا في حاجات يعني ملخبطين فيها. يعني اولا يعني مثلا في محاضرة تانية، ده انا اصلا خدتها، يعني انا كلمت الناس وخدت منهم المحاضرات، ففي محاضرة يعني غير دي، يعني اللي لحظة المفروض ليكتشر 2 أنا عارفة شكلها، ثانية هقول لك دلوقتي. فأنا مش فاهم لقيت التالتة دي بتعيد كلام التانية وفيها حاجات زيادة. أنت قصدك على اللي أنا فتحاها دي؟ يعني دي المفروض إن الدكتور رشدي نزلها لهم أساس إنها التالتة، أوكي. فلقيتها إنها بتعيد حاجات في التانية لا أنا وفي هقول لك حاجات حاجة، زيادة. هي بالظبط نفس التانية، يعني التانية أهي عشان ما نتلخبطش. لحظة واحدة، هي بالظبط نفس الحاجات اللي في التانية، ما فيهاش أي مشكلة، بس هي الفرق إن هي فيها حاجات بعد كده. انا حتى يعني انا لسه لا ما لا لا، سالتش. حتى في الحاجات اللي يعني حتى في مثلا البيكسل انتردبندنسي اللي هي بعد الكود ريدوندنسي، في مثلا فانكشنز وانتجريشن ده مش موجود في المحاضرة التانية. حضرتك مثلا اللي هي تاني نوع بعد الكود ريدوندنسي، لا طيب تحت لا تحت كمان تحت، ايوه الانتر بيكسل ريدوندنسي قصدي، الانتربيكس ريدوندنسي يعني مع مشروحة في ال... لا في اللي فوق دي، انا مش عارف السلايد متأخر عنده، لا اللي هي فيها الثلاث صور اللي تحت، سوري الصورتين اللي هما عيدان الكبريت دي اللي هي اللي فوقيها. مثلا هي دي بس كده. في المحاضرة اللي بعديها في بقى فانكشنز وانتجريشن فانا بص، مش هو فاهم. دي طب احنا هنقولها باختصار. احنا الفكرة كلها ان احنا هنقول بقى هنقول المفروض اصلا القوانين دي بتستخدم ازاي، خلاص، وهنحسبها ازاي. فاحنا الجزء العملي ده مجرد بس ان هو كده هيبقى سبورت للقوانين عشان نبقى فاهمين القوانين دي بتعمل ايه، تمام. فاحنا دلوقتي احنا بادئين بالامج كومبريشن. يعني ايه اصلا الايمج كومبريشن؟ انا بعمل ريديوس للداتا اللي انا محتاجاها. طب انا بعمل كومبريشن للداتا اللي بيحصل لها ايه، سواء كان هعمل لها ترانسميشن او هعمل لها ستورنج، تمام. انا بضغط الداتا عشان اعمل لها ترانسميشن او اعمل لها ستورنج، وبعد كده اقدر اعمل لها دي كومبريس. طيب احنا المفروض ايه الفرق ما بين الداتا والانفورميشن؟ وده جاي برضه في البرزنتيشن الثانيه، انا هوريكم الفرق ما بين الاثنين عشان ما تلخبطوش، عشان يعني ما حدش يحس ان في اختلاف كبير. يعني احنا هنا برضو في البرزنتيشن دي متكلم عن الفرق ما بين داتا والانفورميشن. الترتيب بتاع الداتا والانفورميشن ده مختلف عن البرزنتيشن الثانيه، خلاص، بس هو برضو الاثنين متكلمين عن الفرق ما بين الداتا والانفورميشن. طيب احنا قلنا ان احنا الداتا بيحصل لها كومبريشن عشان نقلل الاماونت بتاعت الداتا لما بنيجي نعمل بريزرفنج للانفورميشن، خلاص. طيب انا عندي دلوقتي داتا سيت، الداتا الاصليه اللي وبيحصل لها كومبريشن، وبتحصل بعد كده تبقى كومبريسد او بتوصل ان هي تبقى كومبريسد ايمجز. فانا عندي كارينج يونتس اللي هي الان 1 والكارينج اللي هي بتاعت الاوريجينال داتا، والكارينج يونتس اللي هي الان 2 اللي هي بتاعت الكومبريسد ايمجز. طيب عشان احسب بقى كومبريشن ريشيو، خلاص، النسبه بتاعت الكومبريشن نفسها بحسبها ازاي؟ بعمل الكارينج يونتس بتاعت الاوريجينال ايمج او الداتا السيت الاصليه بقسمها على الكارينج يونتس بتاعت الكومبريسد ايمج. الاثنين دول هيطلعوا لي حاجه اسمها الكومبريشن ريشيو اللي هي السي ار. يبقى انا عندي الاثنين دول الان 1 والان 2 اللي هي بتاعت الداتا السيت الاصليه والداتا الكومبريسد، هقدر احسب الكومبريشن ريشيو. طب من الكومبريشن ريشيو اقدر احسب ايه؟ اقدر احسب الريدندنسي.
هحسبها ازاي؟ الريدوندنسي تمام؟ الريليفنت داتا الريدوندنسي بتتحسب ازاي؟ 1 ماينس 1 اوفر الكومبريشن ريشيو اللي احنا عرفنا بتتحسب ازاي. انا قسمت الداتا سيت الكارينج يونت بتاعت البيتس بتاعت الاوريجينال ايمج او الداتا قبل الكومبريشن وقسمتها على الداتا اللي بعد الكومبريشن، طلعت لي السي ار. السي ار دي اللي انا اقدر استخدمها عشان احسب الريدوندنسي. خلاص 1 ماينس 1 على السي ار اقدر احسب الريدوندنسي. يعني فور اكزامبل لو عندي السي ار ال n1 ب10 ال n2 ب1، يبقى في الحاله دي الار دي ايكوال 1 ماينس 1 اوفر 10 فاديتني 0.9. ده معناه ايه؟ ان 90% من الداتا في الداتا سيت عندنا واحد بيبقى redundant. خلاص. طيب عندنا بقى انواع للredundancy اللي هي الكودينج والانتربكسل والسايكو فيجوال. دول ثلاث انواع للredundancy. ايوه ايه معنى الداتا redundancy؟ تكرار. ما انا فاهم تكرار، بس تكرار لايه بالظبط؟ وايه هي الكارينج يونتس؟ الايه ايه هي الكارينج يونتس؟ البيتس. الكارينج يونتس ايه؟ البيتس الايه برضو؟ يعني هو هنا يعني هل دي ريبريزنتيشن لبيكسل واحده؟ لا طبعا لا، هو صوره يعني صوره مثلا مكونه من 10 بيتس يعني لها كومبليشن بيتس مش كده؟ ايوه بالظبط. الكمبيوتر بتعمل معاها كبيتس كرقم، هي في الاخر قيمه تمام. لا ريبريزنتيشن لبيكسل واحد. اه مش انت عندك الصوره، الصوره الاصليه تمام ليها حجم، والصوره بعد الكومبريشن ليها حجم. خلاص. عشان احسب بقى الفرق او النسبه بتاعه الكومبريشن نفسها، نسبه الكومبريشن دي ازاي؟ بقسم الاثنين بس كده تمام. الحجم الاولاني مع الثاني على الثاني. انا تمام. عندي الصوره الاصليه عملت لها ضغط، في فرق ما بين الـ في فرق ما بين الاثنين تمام. تمام. الريدوندنسي ايه هي بالظبط؟ بص الريدوندنسي ده بيبقى عندك تكرار في الداتا. خلاص في نسبه معينه من الداتا حتى بعد الكومبريشن بيبقى فيها تكرار، فانت بتحسب النسبه بتاعتها. خلاص الفكره كلها ان انت الفكره كلها ان زي ما مكتوب هنا عندي في السلايد دي، انا عندي انواع من الريدوندنسي. الريدوندنسي ممكن يبقى كودنج ريدوندنسي او انتربيكسل ريدوندنسي او سايكو فيجوال ريدوندنسي. الداتا كومبريشن اصلا يعني من ضمن وظائف ان هو بيعمل لي ريديوس لنوع او اكتر من انواع الريدوندنسي دي على حسب نوع الريدوندنسي تمام. انا بعمل كومبريشن عشان اعمل ريديوس لي او يعني بيبقى في اصلا تكرار في الداتا. الكومبريشن بيعمل لي ريديوس او بيقلل لي من الريدوندنسي دي، من تكرار الداتا دي تمام. طيب انا دلوقتي المفروض ان انا زي ما احنا قلنا ان احنا عندنا انواع من الريدوندنسي. يعني مثلا عندي في الكودنج ريدوندنسي، ده بيحصل بسبب ايه؟ بيحصل بسبب ان انا بيبقى عندي inefficient decoding schemes، ما بيبقى عنديش coding schemes يعني كويسة، يعني ان انا اقدر اعمل بيها او بتبقى موجودة عندي. خلاص انا عندي كذا expression اللي هو الكود والكود word والكود word length. الفرق ما بينهم ايه؟ الكود ده بيعبارة عن list of symbols، مجموعة من symbols ممكن letters او numbers او bits. الكود word ده بيبقى sequence من samples بستخدمها عشان اعمل represent the information، زي ان انا اقول مثلا gray levels. خلاص الكود وورد لينث ده عدد السامبلز اللي في الكود وورد، ممكن يبقى فيكسد او ممكن يبقى فاريبل. طب انا دلوقتي عشان اقارن الافشنسي بتاعه ديفرنت كودنج سكيمز محتاجه احسب حاجه اسمها الافرج نمبر اوف سامبلز اللي هي ال LAVG. خلاص يبقى انا عشان اقارن الافشنسي بتاعه الديفرنت كودنج سكيمز بحسب الافرج الافرج نمبر اوف سكيم اللي هي ال LAVG اللي هي في القانون ده. طب القانون ده عشان احسبه محتاجه ايه؟ هي الشاشه معموله هو معلش الافرج نمبر اوف بيتس الايه؟ ثواني بس يا شباب، الشاشه معموله شيرنج ولا معمول لها؟
ماشي الـ average number of symbols اللي موجودة في الصورة، ما ممكن اللي احنا بنمثلها بكذا شكل من ضمنها البيتس. مش احنا قلنا انه الـ symbols دي ممكن تبقى letters او numbers او bits او بتمثل بكذا شكل، الـ symbols الخاصة بالإيمج نفسها. تمام يا شباب، احنا بنعمل ايه؟ احنا بنعوض تعويضات مباشرة. انا بس محتاجة، انا عندي الصورة مثلا dimensions بتاعتها n في m matrix، صورة كماتريكس عادي جدا n في m 3 في 3 مثلا، يعني انا عندي 3 rows و 3 columns خلاص، صورة n في m بحسب منها ايه؟ حاجة اسمها الـ RK اللي هي الـ number بتاع الـ gray level، وعندي الـ IRK اللي هي عدد البيتس اللي موجودة في الـ RK، وبحسب probability بتاعت الـ RK عدد مرات ظهورها. بعد كده يا جماعة لما نيجي ناخد الـ Fourier transform والكلام ده كله، هنقدر نحن نحسب من الـ example بتاع الصورة، لما نيجي مثلا apply Fourier transform على الـ image نفسها، نقدر نحسب بقى الانتروبي ونقدر نحسب الـ probabilities والكلام ده كله بمنتهى السهولة. فبس انتوا ما تتلخبطوش من دلوقتي، لانه احنا كل اللي احنا بنعمله ده ان احنا اكزامبل او قانون، والحاجات اللي فيه بتتعوض تعويضات مباشرة، ما فيهاش حاجة. لو احنا بس الموضوع لسه مش قادرين، يعني مش قادرين نفهمه في مخيلتنا، فده يعني احنا بس مع المراجعة هنقدر ان احنا نفهم. تمام، فانا عندي الايمج ان اكزامبلز الكلام ده، اكزامبلز محلوله حاليا مش عندي، بس هسال الدكتور عليها لان هي طبعا بتيجي كاسئله. انا يعني الاكزامبل اللي معايا حاليا، معلش بس هسمعك، الاكزامبل الاكزامبلز معايا حاليا على الاستبل بعد كده بتاعه فوري ترانسفورم، انا عندي صوره مثلا دايمنشن بتاعها كذا في كذا، فنعمل ابلاي الفوري ترانسفورم عليها خلاص، ومن الستبس بعد كده بنحسب بقى البروبابيلتيز دي، وبنحسب كمان الانتروبي والكلام ده كله. تمام، فيعني ممكن المره الجايه تكونوا دخلتوا فيها ونقدر ان احنا نحل اكزامبلز مختلفه على الكلام ده. تمام، الفاليوز اللي فوق دي بتيجي لي هي مثلا لو جات لي مساله بتجي لي هي في المساله جيفن. كل ده جيفن. عشان كده بقول لك هي الفكره كلها ان احنا نعرف الرول، وكل الحاجات التانية دي بتبقى جيفنز في مجرد بس احنا بنعوض بيها. يعني انا مثلا لو عندي لحظه واحده هعمل لكم شير بس كده لدي. هي مش مهندسه بصراحه، اللك السلايدز دي مش مساعدانا خالص. هي لكم هي ما فيهاش اي شرح. انتوا شايفين ان هي الرولز موجوده على طول وانتوا مش عارفين جت منين، صح؟ يعني ممكن يكون الدكتور مش بيعملها علشان هو عنده نوليدج ان هو هيقول ايه بالظبط في السلايدز، انما لو واحد بيقرا السلايدز من تلقاء نفسه كده مش هيفهم حاجه. دي البوينت يعني. طيب ايه الفرق بين السلايد دي والسلايد التانية؟ هي بصوا، انا السلايد دي هي بالظبط نفس السكرين شوتس بتاعه الاكواد، نفس كل حاجه، ما فيهاش اي حاجه، هي بس في حاجات زياده. يعني التانية حوالي 20 سلايد تقريبا او 19 سلايد متهيألي، 22 سلايد، لا ثواني، حوالي 19 سلايد، اما دي 88 سلايد لان هي في حاجات زياده. انا ما اعرفش اصلا الحاجات دي انتوا هتاخدوها اصلا ولا لا. يعني الجزء في الاول ده اوكي ماشي، انتوا تمام خدتوه يعني من الاول خالص كده. لو مشينا من الاول خالص، ادي الاكزامبل ده نفس السلايد، متهيألي السلايد الثانيه معاكم اهو كل الكلام. الجول بتاعه الايمج كومبريشن احنا بنعمل ايه، والرسمه دي موجوده كمان هناك. اللي بيحصل من الايمج كومبريشن، بنحسب ازاي كومبريشن ريشيو، الكلام ده كله موجود. ازاي بنحسب الداتا ريدوندنسي، الكلام ده موجود بالظبط. الانواع بتاعه الداتا ريدوندنسي، الثلاث انواع موجوده. ممكن يكون شكل بقى الفورماتنج ملخبط شويه، يعني مثلا هنا متظبطه شويه ان دي عندنا انواع حاجه اسمها داتا ريدوندنسي 1 2 3 ايه هم، والداتا كومبريشن بيعمل ايه فيهم، وماسك بقى كل نوع. يعني اول نوع الكودنج ريدوندنسي ايه هو، بيعمل ايه بالظبط، او بيحصل ليه. تمام، وبعدين على طول شارح
مكمل ال مكمل بقى ال الرولز بتاعته دي اللي احنا كنا لسه بنتكلم عنها في البرزنتيشن الثانيه، ان انا عندي عشان اقارن الافشنسي انا عندي اهو اول نوع من انواع الريدندنسي، الكودنج ريدندنسي اللي بيحصل فيه تمام، وبعدين ان انا عشان اقارن او اعمل كومبير الافشنسي بتاع ديفرنت كودنج سكيمز بحسب حاجه اسمها ال اي في جي اللي هي افريج نمبر اوف سيمبلز، دي اللي احنا لسه قايلينها خلاص. وقايل لنا هنا نفس الكلام ان انا عندي لو ايمج ان اف ام انا بحسب ايه خلاص، يعني ادي الرول في الاخر عشان احسب ال اي في جي، ادي الجيفنز اللي موجوده الجيفنز دي اللي هي بنعوض بيها في الرول. طب عندي هنا اكزامبل هو قايل هنا اسيوم ان انا عندي ايمج ال ال بتاعها 8 خلاص، وال ال ار كي الاي ار كي بتاعتها 3، فعمل ايه؟ عوض تعويض مباشر، مش الرول في الخطوه اللي قبل كده كنا بنقول سمشن ال ماينس 1، طب ما ال ال ب 8 بقت 7 خلاص، وعوض الجيفنز تعويض مباشر ال اي ار كي ب 3. هي باشمهندس بصراحه المفروض يعني المسائل دي ما تتشرحش، يعني هو الدكتور ما دخلش معانا في مسائل، بس المفروض المسائل دي تتشرح يعني بال يعني ريتن، يعني ما ينفعش تشرح بال. طب ما انا اقول لكم حاجه، ممكن اقول لكم حاجه، انا هسال الدكتور على اكزامبلز، يعني اقول لكم اصل يعني انا ما اعرفش وجهه نظري، يعني او طبعا الموضوع ده طبعا بيرجع لكم يعني، بس انا وجهه نظري ان انا الجزء ده يعني الجزء الجاي اللي هو بتاع فوريه هنشرح، لان هو المساله بتاخد ورقتين على الاقل اجابه، يعني لازم يكتب ريتن لان في ستبس وفي حاجات مترتبه على حاجات قبل كده، لكن دي هي مجرد بس ان انا عندي جيفن وبعوض بيه في القانون بس كده بس، يعني انا لو ممكن تكملي شرح الاكزامبل. طيب اوكي، فزي ما بقول لكم كده هو بيبقى جيفن وانا بعوض بيه، يعني مثلا الاكزامبل ده بيقول لي الايمج ال ال بتاعتها 8 والاي ار كي بتاعتها 3، كل اللي عمله ان هو عوض تعويض مباشر بس، مفيش اي حاجه حصلت، عوض تعويض مباشر وحسبها بس كده. الاجزاء اللي بعد كده بقى هو يعني عمل يعني التيبل ده بيبقى جيفن. بصوا يا شباب عشان انتم متلخبطين، المره الجايه هجيب لكم هشوف اسئله في اي امتحان قديم حتى وعلى الجزء ده وهنحله عشان ما تبقوش متلخبطين قوي كده تمام. مش هنكتفي بالشرح الاكزامبل الموجود في السلايد، المره الجايه هنجيب اكزامبل، هسال الدكتور حتى لو ما فيش في امتحانات سابقه يعني افيلبل. طب هو الاسامبشن اللي عمله ان هو يعني ال ار كي دي انها بتلاتة على اساس ايه برضو؟ يعني ان ال انا بقول لك كل دي جيفن، هو مجرد يعني هو بقول لك اسيوم ان الامج ال ب 8 واسيوم ان هي بتلاتة فاهم؟ كل دي جيفن. هو الفكره في ال ار كي يعني خلاص عرفت ان ال ار كي بتلاتة، البي اوف ار كي دي بعوض عنها من 0 لحد 7 وباخد السميشن بتاعها. ثانية واحدة بس عشان اجيب البرزنتيشن تاني. طب باشمهندس معلش، هي الار تعتبر ايه بالظبط؟ نعم الار او الار كي ما هي
الرقم القيمه نفسها اللي موجوده في الجري ليفل خلاص، هي ليها عدد. يعني احنا بنتعامل مع كل حاجه بشكل ماتريكس، القيمه نفسها اللي موجوده في كل واحده في الماتريكس دي او العدد بتاعها او القيمه بتاعتها. تمام. طب لما اقول البروبابيليتي بتاعت الار كي ده معناه ايه؟ عدد مرات ظهورها. يعني اقول لك حاجه، انا دلوقتي عندي صوره 3 في 3 البيكسلز، كل بيكسل ليها رقم اول، يعني متقسمه 3 في 3 يعني توتال بتاعتهم كام؟ 9. خلاص، 3 روز و3 كولم، كل واحده يعني هنفرض عندنا مربع كده بتاع او الصوره متقسمه بشكل ماتريكس كده فيها 3 روز و3 كولمز، كل واحده كل مربع كده ليه قيمه بيكسل، القيمه مثلا بتاعت اول بيكسل 1، القيمه بتاعت الثاني بيكسل 2. طب البروبابيلتي بتاعت الواحد دي ظهرت كم مره؟ فاهم قصدي؟ ظهرت مثلا مرتين، ظهرت 3. كل قيمه في البيكسل، كل قيمه ظهرت كعدد مرات ظهورها. هو مش هتفهموا غير باكزامبل محلول يا جماعه. ف احنا كملنا الاكزامبل لسه، يعني لحد دلوقتي ما كملناش الاكزامبل لسه. طيب احنا دلوقتي عندنا بنعوض تعويضات مباشره. خلاص، انا عندي الاسوم الار كي دي بتبقى بتساوي 3 خلاص، والبي ار كي البروبابيلتي بتاعت ظهورهم بتاعت كل واحده ظهرت قد ايه؟ التوتال بتاعهم 1 اصلا، التوتال بتاع الايمج كلها 1. يعني احنا لو جمعنا 0.19 و 0.25 و 0.21 كل دول هيدوني في الاخر 1، في الاخر الريزلت تمام. تمام تمام، يعني بتاخد من التيبل اللي فوق البروبابيلتيز بتاعه الار كي بالظبط. البروبابيلتيز كلها، يعني انتوا لو جمعت 0.19 0.25 والكلام ده كله هيطلع في الاخر 1. في الاخر الريزلت الاخيره طلع لي ايه؟ 3 بيتس. يبقى انا دلوقتي السايز بتاع الافريج سايز بتاع الايمج ان اف ان 3. تمام، بس كده. طلعت من الكلام ده ايه؟ يعني هو برضو الموضوع ده متكرر في حاجات تانية، يعني هو برضو قايل كيسز تانية وقايل اكزامبل تانية. انا مش عايزاكم تعرفوا حاجة النهاردة اكتر من ان كل ان الرول ده شكله عامل ازاي، بس كده. البي ار كي دي بتتعمل ليه اصلا؟ وظيفتها عد البيتس في الار كي بتتكتب ازاي جوه الرول، الكلام ده كله. بس المره الجايه هنكون خدنا الفوريير ترانسفورم وهنقدر نحسب، يبقى عندنا صوره ليها دايمنشنز معينه، ومن الصوره هنقدر نطبق كمان الكلام ده كله ونوصف اخر انتروبي. احنا المفروض هنستخدم الحاجات دي ان احنا في الاخر بعد كده او بعد كده يعني نقدر نحسب الانتروبي. تمام، احنا يعني الرولز دي ليها بقيه. هي ايه الانتروبي دي؟ انتوا خدتوها اصلا ولا لسه؟ لا لسه مع الدكتور ما خدناش. طيب يعني احنا مفروض لحظة واحدة، مش عارفة هي السكرين اني واحدة متشيرة، بس اني واحدة
طيب معايا يا شباب، عشان بس احنا المفروض عايز اوصل لل طيب احنا دلوقتي المفروض ان احنا بعد كده بنحسب الانتروبي، بنحسبها ازاي؟ احنا المفروض بنحسب، احنا عندنا البي ار كي اللي عندنا، بنحسب حاجه اسمها الاي ار كي. طب الاي ار كي دي عباره عن ايه؟ ده المفروض لما باجي المفروض ان انا اقيس الانفورميشن كونتنت بتاع الايمج، خلاص؟ فانا المفروض بحسب الاي ار كي بتاعتها، تمام؟ طب من الاي ار كي دي بحسب ايه؟ او بناء عليها بحسب ايه؟ بقدر احسب الانتروبي، خلاص؟ عشان احسب في الاخر الاماونت اوف انفورميشن اللي الايمج بتحتاجها. طب انتروبي دي يعني كمصطلح بقى يعني ايه اصلا؟ بص، هو انتروبي دي معناها لما يبقى في حاجه فيها راندومنس مثلا، او محتاجه يبقى في مثلا سيلكتيف انفورميشن، خلاص؟ فالحاجه دي انا بحس يعني طالما فيها راندومنس او كده، فانا بقدر اقول لازم احسب الانتروبي بتاعتها، او لازم احدد الانتروبي اللي موجوده فيها، تمام؟ يعني بس هو كاكسبريشن، فانتم المفروض كاكسبريشن موجود جوه ال الجزء بتاع الايمج، فالمفروض ده نظريا انتم مش مفيش اي كلام كتير جوه البرزنتيشن يوضح الكلام ده، بس هو كاكسبريشن عامه يعني. فالانتروبي هو لما بقى عندي حاجه فيها راندومنس مثلا، او قيمه معينه للحاجات اللي موجوده عندي في الانفورميشن اللي موجوده في الايمج، تمام؟ تمام. طيب بالنسبة بقى لي جاية، هتكونوا خدتوا الهوفمان، الحاجات اللي احنا قلناها المرة دي، القوانين دي، مجرد بس ان احنا عارفين نعرف بس كل قانون الكونتنت بتاعته عبارة عن ايه. ما بعد كده هيبقى فيه تفاصيل اكتر. ممكن المره الجايه ان شاء الله هتكونوا خدتوا الهوفمان، فهيبقى معانا اكزامبلز محلوله نقدر نحلها كمان ريتن، فالموضوع هيبقى واضح اكتر والصوره هتبقى واضحه اكتر. هو قصد حضرتك الهوفمان في ايه، او عليه المحاضره ولا السكشن ولا ايه؟ مش الهوفمان، انا قلت الفوريه، انا قلت هوفمان ولا فوريه، انا قصدي المره الجايه الفوريه ترانسفورم، تمام؟ يعني احنا نوقف لحد هنا؟ هنقف نستوب لحد هنا، انتوا اصلا ما خدتوش في المحاضرة اكتر من كده، فهنقف لحد هنا. في attendance ولا حاجة تتاخد؟ لحظة واحدة. باشمهندس اللي مع باشمهندس كريم يكتب اسمه هنا في الغياب؟ والله انا بعمل الداونلود للاتندنس كله بقى، ف كده كده اسمكم نزل يعني. لحظه واحده بس عشان افتح الاكسل شيت. نو، في ناس مكتوب عندها ان ايه، انا براجعها عشان كده. لحظه واحده، الناس اللي موجود عندها ان ايه هقول لهم. لحظه واحده، انا ما عنديش حد مكتوب عنده ان ايه. انا تقريبا ان ايه. انت الاي دي بتاعك كام؟ 4019130. ألفين وتسعتاشر كام؟ 130. لا موجود، مكتوب عادي، عامل جوين من الساعة من الساعة 11:03 كمان. طب باشمهندسة 91 4/2019/91 عامل جوين من الساعة 11 بالظبط، موجود. شكرا يا باشمهندس. العفو، انا ما عنديش حد ظاهر ان ايه خالص. اللي مع باشمهندسة سمر يكتب اسمه جنبه ان هو مع باشمهندسة سمر ولا ايه؟ اكتبوا لي بس، تمام. الناس اللي مع باشمهندسة سمر او باشمهندس كريم يكتبوا لي اسمهم تحت، هما اسمهم ومن هما مع باشمهندس سمر، خلاص؟ ولا مع الناس اللي معايا انا خلاص، اللي معايا خلاص، تمام. ماشي يا شباب، شكرا.
طب باشمهندس معلش كنت عايز اسال على حاجه كده في بالنسبه لجزء الماتلاب، هو في الهوفمان انكودنج هو كان بيقول ان الديكشنري ده انا بديله السيمبلز اللي انا عامل لها ريبريزنتيشن، وفي يعني في كولم هو المفروض ان هو يعني n by 2 matrix، المفروض ان هو في الكولم الاولاني بكتب فيه السيمبلز، وفي الكولم التاني هو لما شرحها على ارقام كان قايل ان الكولم التاني بكتب فيه probability، بعد كده لما شرح الفا نيوميريك قال انا بكتب فيه كود وورد. طب الكود وورد ده انا بحدده على اساس ايه؟ مين دكتور ولا مين؟ ايه معلش عشان صوت حضرتك مش واضح. مين اللي شرح الاكزامبل ده؟ الدكتور؟ لا ده الهلب بتاع الماتلاب. اوكي ده انا بتكلم في الماتلاب الجزء الديكشنري. هو حقه هو حضرتك مش انا هشرحه المره الجايه مفيش مشكله. بس اللي انا هشرحه هعمل لكم شير دلوقتي. ثانيه واحده بص هعمل لكم شير لللينك كده، او انا اقول لك ممكن تكتب سيرش في ايه بالظبط. طب بص اكتب، انا ما اعرفش هطلع لك ناس حلوه ولا لا، اكتب هوفمان اي ان سي او في الهلب. ما هو ده اللي انا بقول عليه يا باشمهندس، انا كتاب اللي انا بقول لحضرتك عليه ده الشرح بتاع الهلب. ماشي هو حضرتك شرحتي الهوفمان في اي سيكشن تاني؟ طب ما هو في الديكشنري، لما انا بكريت الديكشنري بتاع الهوفمان اللي هو ده السكند بارامتر في الفانكشن اصلا بتاعت الهوفمان انكودنج، فهو المفروض ان هو n by 2 matrix يعني n number of rows واتنين كولمز، فهو قال انا بكتب في اول كولم السيمبلز اللي انا هعمل لها ديكودنج او انكودنج يعني. ثواني بس يا كريم، انا هعمل لك شير لللينك كده اللي انا شرحت حاجات زيه، لان هو الموضوع ابسط من كده. فهشوف بس كده هحطها دلوقتي. طب هو خلاص كده يا دكتور؟ خلاص الناس حاجات لو ما عندوش اسئله يتفضل. خلاص باشمهندس، انا دخلت على تقريبا 3 مرات على الميتنج بسبب ان النت عندي كان وحش. انا 4/2018/127. طب لحظه كريم، عملت شير لللينك، افتحه كده دلوقتي. 4/2018 كام؟ 127. ما هو ده يا باشمهندس انا كنت بقول 127. 127 تمام. اوكي طب اوكي تمام. بص هو الفكره كلها ان هو بدا في الاول هو دخل يعني هو المفروض محدد فيكتور اوف سامبلز، هو قال ان هي الرينج بتاعها يعني هم 6 خلاص سامبلز 6، وحدد بروبابيلتي لكل واحده، فكل واحده ليها بروبابيلتي رقم، وبعد كده عمل الديكشنري. تمام ده للارقام بس، هو في المفروض الجزء بقى اللي هو للالفا نيوميريك. اوكي الجزء اللي تحت، لا الجزء ده انا لسه ما شرحتوش عامه، فاستنى بس كده لما انا يعني احنا شرحنا بس بتاع النيوميريكال، لكن الجزء الثاني ده لسه ما شرحناهوش. تمام احنا شرحنا بس الجزء بتاع الارقام على اساس ان هو ابسط يعني، وان عشان الناس لسه بيجنر يعني تقدر تشتغل بيه. تمام هبص على الجزء ده وابقى اقول لك يعني. تمام اوكي شكرا باشمهندس. العفو. خلاص يا شباب اي اسئله؟ طب تمام اتفضلوا.